مفيش اي حد هتبقى معاه مشكله يعني باي شكل، الا على ما اعتقد مش مشكله رغبه محمد عبد المنعم بس، لكن مش مشكله. طيب عايز اسالك سؤال قبل ما اروح لاحمد. اليو ديانج، اليو ديانج ما عندوش اي عرض لا من قطر ولا من السعوديه، وكيله بيدور له بوضوح شديد جدا، وكيله بيدور له، لكن اللاعب نفسه لا ما عندوش عروض. والاهلي ما يمانعش انه يمشي اليو ديانج في يناير، ما حدش هيمشي من النادي الاهلي الا اللعيبه اللي كولر شايف ان هم تاخد فرصه. يعني شوف مارسيل كولر رفض خروج معتز محمد ومحمد زعلوك ثنائي فريق الشباب، اداره النادي شايفه ان دول اتنين عناصر كويسه جدا مش هيكونوا موجودين معاك، مش هيبقى لهم دور. زعلوك موجود في قائمه ماتش سموحه عشان الازمه الهجوميه اللي عندك، لكن اداره النادي معاهم احمد خالد كباكا شايف ان هم يطلعوا العار، لكن اللي مرشح انه يطلع ممكن كريستو فقط لا غير، عشان اللاعب حاسس ان هو بقى بعيد شويه عن منتخب بلاده رغم سنه، ده الوحيد اللي ممكن يطلع في يناير. نهايه السنه وارد ان يمشي ديانج طبعا. عظيم جدا. طيب